قال قائد القوات البرية الإيرانية أحمد رضا بردستان السبت إن التدخل البري السعودي سيحسم العمليات العسكرية في اليمن لأنه سيشهد إخفاقا كبيرا للقوات السعودية. وقال بردستان على هامش الاحتفال باليوم الوطني للجيش الإيراني إن إمكانات القوات البرية السعودية ضعيفة للغاية، وحذر الرياض من الإخفاق المحقق لقواتها البرية إذا قررت إرسالها إلى اليمن، كما طالب السعودية بوقف العمليات العسكرية وحل الخلافات في اليمن عن طريق طاولة المفاوضات. فيما أعلن متحدث باسم الحكومة اليمنية رفض اليمن لخطة سلام من 4 نقاط قدمتها إيران للأمم المتحدة ووصفها بالمناورة السياسية. ونفى بردستان وجود عناصر عسكرية إيرانية في اليمن، وقال إن السفن الإيرانية في المنطقة لم تقترب من الشواطئ اليمنية، وأضاف أن بلاده تعتقد أن الجيش اليمني والمسلحين الحوثيين قادرين على الدفاع عن اليمن. وفي الرياض قال المتحدث باسم التحالف العميد الركن أحمد العسيري إن اشتباكات وقعت بين القوات السعودية والمسلحين الحوثيين بمنطقة نجران على الحدود بين السعودية واليمن، مما أدى لمقتل أحد عناصر قوات البرية السعودية وإصابة آخرين بإصابات طفيفة. وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس باراك أوباما اتفق مع الملك سلمان عاهل السعودية على ضرورة التفاوض بشأن حل سياسي يحقق الاستقرار الدائم في اليمن. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع المسلح في اليمن أدى لمقتل أكثر من 750 شخصا ونزوح نحو 150 ألف شخص منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن. محمد مجدي، رويترز.